لقد هالنا ما سمعنا من زملاء أعزاء من هيئة قضايا الدولة، نكن لهم كل التقدير والاحترام حينما تحدثوا أمام لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين على الهواء مباشرة عن حقهم في أن يكون لهم نص في الدستور، وهذا بطبيعة الحال حق طبيعي لا يستطيع أحد أن ينكره عليهم، بل نحن نكون أول من يؤيده. إلا أنه شتان بين أن يعبر الزملاء أعضاء الهيئة ممن حضروا هذه الجلسة عن التمسك بهذا الحق، وبين المساس باختصاصات جهة قضائية أخرى هي مجلس الدولة. وليس التمسك أو محاولة اقتطاع الاختصاص فقط، ولكن باتهامات لا أستطيع أن أصفها، لأني إذا وصفتها سأكون متدنيا إلى المستوى الذي صدرت به تلك الاتهامات. اتهامات بغير سند أو دليل لا تملكه الهيئة، ولا تملك أصلا أن تنطق بمثل هذا الاتهام، بل إنها كالت للمجلس مجلس الدولة دون أن يكون له دور سوى أنه صاحب اختصاص معين فقط. كانت له اتهامات وعيوب لا صلة لها حتى برغبتها في الحفاظ على اختصاص بعينه أو إضافته إلى اختصاصات. ستلحظون أنها حينما تتحدث عن رفضها لاختصاص ما نيط بمجلس الدولة وكان هو اختصاصها الأصيل، وتتهكم على اختصاص مجلس الدولة، أن هذا التهكم لا يؤدي في النهاية حتى إلى خلع هذا الاختصاص ومنحه لها. ولكن طب لماذا يأتي السؤال، طب لماذا هذا الأسلوب الذي لا يدل على صفاء داخلي للنية؟ لماذا؟ في هذا المقام نقول لحضراتهم إن مجلس الدولة سيظل شامخا مهما ألقاه غيره بحجارة التعدي، وسيقف مجلس إدارة النادي ومن خلفه جمعياته العمومية القوية بالمرصاد لكل هذه المحاولات والإساءات، ومن أمامه شعب مصر العظيم الذي عهد عن قضاته وقضائه أنهم كانوا وما زالوا وسيظلون دائما المدافعين عن حقوق والحريات. سنولي في هذا البيان الرد تفصيلا على ما تم من خروج، إلا أنه من نافلة القول التذكير بأن أحكام مجلس الدولة التي كانت أهم الأسباب التي أشعلت ثورة 25 من يناير البيضاء وحافظت على مسارها الصحيح وجاءت رادعة لكل من حاول أن يفتأت على حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، حينما أصدر رئيس الجمهورية السابق إعلانات دستورية وحصن كل تصرفاته من رقابة القضاء وكون جمعية تأسيسية بمعايير خاطئة مكحفة بحقوق كافة الأحزاب والفئات، فكانت أحكام مجلس الدولة لها بالمرصاد ناطقة بالحق والقانون دون أن يرهبها أحدا كائنا من كان، وحكم بأحكام عديدة للمواطنين. وهنا أذكر ببعض الأحكام التي كان هناك دور مشهود لهيئة قضايا الدولة، قبل أن أكشف ما تسبب في إقامة هذا المؤتمر. كانت هناك أحكام خاصة في مجالات مختلفة كفساد الخصخصة. يجب أن أذكر أن هيئة قضايا الدولة عندما حضرت تلك الجلسات لم تدافع عن الحكومة ورفضت الدفاع عن الفساد، وظن الجميع أن هذا هو المنهج الجديد وهو المنهج الذي يجب أن يتبع، فأثبتت في محاضر الجلسات أن الحاضر عن هيئة قضايا الدولة يفوض المحكمة في القضاء بما تراه محققا للمصلحة العامة، وأنهم لن يدافعوا عن الفساد. فكان هذا موقفا عظيما، كنا نتمنى أن تظل الهيئة كما هي وأن يكون هذا هو مسلكها، ف
في الفترات المقبلة، إلا أن قوى أخرى قد تكون أسهمت معها في أن تطلع بالقيام بالطعن على تلك الأحكام، وأسست طعنها على أن العقود التي حكمت المحكمة ببطلانها هي عقود صحيحة من وجهة نظرها، وهي التي الآن تطالب بحقها في إعداد العقود. كيف تعد عقود وأنت تدعي عقدا قضت المحكمة ببطلانه بأنه هو العقد الصحيح، وتدافع مرة أخرى على الحكومة وتعود ريمة لقضيتها وقصتها القديمة؟ أسست طعنها على صحة العقود، وهو نهج يغير البعد عن اللدد في الخصومة الذي هو رائد الهيئة، ويسقط الطعن والطعون الأخرى بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي رفضت جميع هذه الطعون، وتعود الهيئة إلى نهج جديد هو التعدي على مستشاري مجلس الدولة وكيل الاتهامات الباطلة لهم. وليت في ذلك ما يجعل اختصاصا ما يتقرر لهم، بل هو اعتداء لمجرد الاعتداء لا مبرر له على الإطلاق سوى شيء ما في نفس من تحدث في تلك الجلسة. وإذا أريد أن ينسب إلى هيئة قضايا الدولة فيكون هذا الشيء قد ألصق أيضا بالهيئة. لم يأتي دفاعنا عن صرح مجلس الدولة انطلاقا من مطالب فئوية، نحن نرفض ذلك، إنما من أجل المصلحة العامة للمواطن المصري الذي يأمل دائما في أن يكون له قضاء يرد إليه حقوقه المسلوبة، وقضاء لا يرهبون أحدا لقوته، ولا يخذلون ضعيفا لقلة حيلته، قضاء تحلوا بالنزاهة والعفة والحلم، قضاء استلهموا ما أرسوه شيوخهم من تقاليد راسخة. إذا كان الأمر قد اقتصر على دفاع الهيئة عن اختصاص تراه لها لهان الأمر، لكن كانت جلسة الاستماع مملوءة بالشتائم التي لا يطيقها آدمي، حتى الجالسين في البيوت ممن ليس لهم ثمة علاقة بمجلس الدولة أو غيره اتصلوا بالكثير منا ليقولوا لماذا هذا الاعتداء السافر عليكم. أولا، ما الذي جرى لزملاء أعزاء ليهاجموا اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية، وليرون في عبارة اختصاصه دون غيره ما أسموه كارثة؟ أحد الزملاء بيقول أنا يعني وجدت في نص لجنة العشرة أن مجلس الدولة يختص دون غيره. يا سلام، مجلس الدولة يختص دون غيره، وهذا ما جاء به حتى دستور العجلة والندامة، دستور 2012. هذا الدستور ذكر أنه يختص دون غيره، والذي صوت على رفض هذا النص الخاص بالاختصاص هو عضوي هيئة قضايا الدولة، عضوين فقط رفضوا النص، كان عضوي هيئة قضايا الدولة، ليسموا أن اختصاص مجلس الدولة دون غيره بنظر المنازعات الإدارية الذي يختص بها طيلة عمره بأنه كارثة، ويرون في قضاء المحكمة الدستورية بإسناد اختصاص منازعات الضرائب إلى المجلس أمرا كارثيا. يا سلام، لماذا؟ يقولك لقلة عدد القضاء، ويلمح بقلة عدد القضاء. طب وكيف يزيد القضاء؟ ما حدش منهم قال كيف يزيد القضاء. انت عايز القضاء يزيدوا ازاي؟ لقد رفض مجلس الدولة أن يعين في غير الدرجات الأدنى من الهيئات القضائية الأخرى ومن المرأة، رفض أن يعين إلا من أول الدرجات، ورفض قبول الكثير من الزملاء الذين عز عليهم ألا يجلسوا على منصة القضاء، بينما أنا أرى في الدفاع عن الحكومة واجبا قوميا عظيما يعلو بشأن أي واحد عن أي شيء في الدنيا.
من وجهة نظري، وبدعوى أخرى ساقطة تتعلق بحجة تأخر الفصل في الدعاوى، فينسبوا إلى مجلس الدولة أنه المتسبب في تأخير الفصل في الدعاوى، بل يصل الخروج عن المعهود إلى اتهام قضاة المجلس بالتسبب في التأخير بسبب ما سموه الندب، وهم يعلمون أن الندب كان من ضمن ما قالت عنه الجمعية العمومية لقضاة، لنادي قضاة مجلس الدولة قولا كبيرا في شأن تقييمه ورفضه في وقت من الأوقات، وإن كان البعض قد استغله في شأن سن القضاة فرفضنا ذلك، إلا أن الندب في حد ذاته وأمام جريدة اليوم السابع قد نشرت أن هناك 90 من قضاة هيئة قضايا الدولة قد تم التجديد لهم في الندب في وزارة واحدة هي وزارة العدل منذ يومين أو ثلاثة بالكثير، وذكرت الأسماء كاملة. لماذا تنكر على غيرك أن يقوم بدور معين في أداء في خدمة الهيئات والجهات الإدارية وتفضله وحدك، بل ترى في أن هجوم على قضاة مجلس الدولة أنه قد يفسح لك الطريق وحدك؟ الحقيقة تأتي الجرأة غير المقبولة وغير المسبوقة في ادعاءات يحاسب عليها القانون عن الوساطة في تسريع الفصل في الدعوة. لا أدري هذا المستشار الزميل الذي قال أن الدعاوى لا تتحرك إلا بالواسطة عن طريق زملاء في مجلس الدولة هم الذين يسرعون في الفصل في الدعاوى، وهذا الدعاء باطل وكاذب وصفيق وغير ملائم بالمرة، وهذا أدنى الأقوال التي يمكن أن أقولها عن مثل هذا الادعاء الذي إذا نظرت إليه حتى لو صدق هل سيحيل إليك اختصاص ما؟ هل سيؤدي مثل هذا الادعاء ومثل هذه الطروحات إلى أن تخول في الدستور أو في القانون اختصاص من اختصاصات مجلس الدولة؟ أمر لا علاقة له بهذه المسألة، إنما يراد التلطيخ الزملاء في مجلس الدولة لمجرد التلطيخ لكونهم حاصلين على اختصاصهم الأصيل، ولكون الهيئة ترغب في المزيد من اختصاص قد تراه مناسبا لها، لكن هذه الاختصاصات جميعها هي اختصاصات للقضاء الجالس، ولذلك كانوا يقولون ولماذا التفرقة بين كلمة الجهة القضائية والهيئة القضائية؟ هم يعلمون أن الجهات القضائية هي جهة القضاء العادي وجهة قضاء مجلس الدولة وجهة القضاء الدستوري، لأن هذا هو القضاء وهذه هي السلطة القضائية التي تجلس على المنصة لتفصل في المنازعات. أما الهيئات القضائية فلها كل الاحترام في كل ما تؤديه من واجبات، ولها كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة للسلطة القضائية بنص الدستور السابق وبنص لجنة العشرة الحالية. فلماذا هذا التهجم؟ لم يكن لدي إجابة هذا التهجم غير المسبوق بالحديث عن الوسطى هو محل تأثيم القانون ويصل إلى مراتب السب والقصف، وما هكذا يكون البحث عن اختصاص، ما هكذا يكون النقد البناء، بل ما بهذا القول أو ذاك تيسر أمور الفصل في المنازعات، وليس به للهيئة أي مصلحة في الدفاع عن أي اختصاص هو ليس لها ولن يكون بمثل هذه الترهات.